السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، من هنا من ريف إدلب، وكل عام وأنتم بألف خير. نرصد لكم من هنا من ريف إدلب حركة دخول اللاجئين السوريين لقضاء فترة أيام العيد، عطلة العيد هنا في سوريا من هذا المعبر. إذن الآلاف من اللاجئين السوريين يدخلون من هنا لقضاء فترة العيد. طبعا هؤلاء اللاجئين كانوا داخل الأراضي التركية، وقد سمح لهم الجانب التركي بالدخول إلى سوريا بالبطاقة التي منحها لهم سابقا، وهي بطاقة الكملك، البطاقة الشخصية التركية. إذن اليوم الخامس أو السادس على دخول اللاجئين السوريين ضمن المدة المسموحة لهم إلى سوريا لقضاء فترة العيد. الآن نرصد لكم الآن من الجانب السوري حركة اللاجئين السوريين بعد دخولهم إلى هنا، إلى داخل هذا المعبر. السلام عليكم شيخ، نجري لقاء مع الشيخ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ. أنت هون حضرتك مسؤول الآليات، تحكي لنا عن حركة الآليات، كيف بتأمنوا المسافرين هون بسوريا؟ تمام، الله يجزيك الخير شيخي. نحن أمننا آليات وأمننا باصات بعداد جيدة، وباصات يعني بحيث تنقل الأخوة المواطنين من الجانب التركي، تجي لهون لعنا على الصالة، بيختم الأخ هون عنا بالصالة، وفي باص ثاني بينقله لبرا للكراج خارج المعبر. طبعا الأعداد كافية والباصات جيدة، وحتى في منا مكيف يعني، والأمور ممتازة إن شاء الله. كم عدد اللاجئين بشكل تقريبي اللي إجوا من تركيا؟ تقريبا وصل العدد ل 45,000 أخ، 45,000 مواطن. نعم. إيه طيب، ما رايك انت انه هو اللي نازح اصلا، اللي لاجئ من القصف او خوفا او بيكون تدمر بيته، مع ذلك الان راجع لسوريا يقضي فتره العيد، شو السبب برايك؟ هلا ممكن يعني اللي طالع من الضغط، فكمان الوضع بتركيا يعني مو هالوضع الجيد يعني للاخوه المواطنين، يعني ممكن اقتصاديا يعني، وبشكل عام في عالم يعني لسه لهم مصالح، الى اخوه هوني، الى اهل، الى ناس، يعني كله بده يرجع يشوف اهله، يشوف ناسه، يعيد معه. فكانت هي فرصة جيدة لهم يعني، ونحن إن شاء الله يعني أمنا لهم الوضع الجيد بالنسبة للمعبر يعني. شكرا كثير لك. شكرا كثير. إذا أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. حضرتك جاي زيارة؟ أي نعم. شو السبب جاي زيارة؟ والله طبعا من العيد للعيد عم نستنى الزيارة مشان نجي على سوريا يعني، ونزور الأهل طبعا بسوريا. كيف شعورك هيك وأنت داخل سوريا؟ والله طبعا ما اقدر اوصف لك اياها قد ما كويسه، لانه يعني بعد انتظار كثير يعني على الحدود من طرف الجانب التركي، يعني تمينا تقريبا من يوم الاحد انا عم انتظر. السبب عم تنتظر لحد الان؟ طبعا الازدحام الشديد وعمل حواجز يعني قبل معبر باب الهوى من الجانب التركي. اي طبعا الازدحام الشديد. ان شاء الله الامور ميسره. لا اليوم الحمد لله، اليوم كان احسن بكثير ومشينا بسرعه الحمد لله. يعني قديش بدك توصل ضيعتك؟ لا ان شاء الله قريبه يعني، شغله يعني 20 دقيقه ان شاء الله او نص ساعه تقريبا. الحمد لله على السلامه، كل عام وانتم بخير. وكل عام وانتم بخير مره ثانيه. اذا اعزائي المشاهدين، كما تشاهدون هؤلاء اللاجئين هم اتوا من داخل تركيا، اذا اعداد كبيره جدا. نريد ان نذكر بان اليوم هو يوم صيام في سوريا، غدا اول يوم عيد الفطر المبارك هنا في سوريا. طبعا في تركيا من أتى معيدا وأتى إلى سوريا ليرى العالم صيام. إذا غدا هو أول يوم في سوريا، أول يوم العيد. نرى طبعا هذا جاء من نصيب اللاجئين الذين لم يستطيعوا الدخول حتى اليوم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الوضع؟ ممتاز، الله يعطيك العافية. أكثر وين رايح؟ على إدلب إن شاء الله. إيه؟ شو ليش نقضي فترة العيد إن شاء الله بين أهلنا وأقرأ وأقرأ يعني. والقصف بالنسبة للقصف يعني ما عملتوا حساب القصف؟ لا 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 بالعكس، يعني القصف واحد بده يموت، الأمر مكتوب يعني، ما في الأمر رايح، المكتوب يعني الشيء اللي بيجي من الله يا محلم. إنه كل عام وأنت بخير. وأنت بخير إن شاء الله، حياك الله. كل عام الله يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. إذا أعزائي المشاهدين، سندخل إلى داخل الصالة، إذا نشاهد معا صعود اللاجئين إلى الباصات. Thank you.
إذن أعزائي المشاهدين، نحن الآن هنا داخل صالة معبر باب الهوى. نحن الآن داخل المعبر، نشاهد معا حركة المسافرين، أعداد كبيرة جدا من اللاجئين السوريين هنا في هذا المعبر. السلام عليكم، كيفك؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا، وأنتم بخير؟ وأنتم بخير، وإن شاء الله الله يعيد عليكم وعلى أمة إن شاء الله بالفرج والنصر إن شاء الله. شيخ، تحكينا عن دوركم هون، أنتم كشرطة، يبدو أنك في الشرطة مسؤول هون، تحكينا عن عملكم أنتم كشرطة بالنسبة للمسافرين. أخي علاء، تقوم قيادة الشرطة في معبر باب الهواء طبعا باتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية من أجل تنظيم حركة سير المسافرين ابتداء من حاجز الجندرمة باتجاه صالة المسافرين، ومن ثم انطلاقهم بالباصات باتجاه كراج المعبر. طبعا قمنا باتخاذ إجراءات أمنية عالية ومشددة خارج وداخل المعبر من أجل الحفاظ على سلامة أهلنا السوريين الذين حضروا لقضاء إجازة العيد. طبعا يوجد هناك حواجز خارج المعبر تقوم بتفتيش وتأمين السيارات الداخلة والخارجة من أجل عدم وقوع أي حالة تفجير أو أي حالة تخريب تستهدف أهلنا، وإن شاء الله نتمنى أن نقدم الخدمة الممتازة لأهلنا ونكون على قدر المسؤولية وثقتهم فينا إن شاء الله. وأهلا وسهلا فيهم، وكل عام هم بخير بين أهلهم وبلدهم سوريا الغالية والحبيبة. شكرا كثير، حياكم الله. إذا نرصد لكم من هنا حركة الناس الدخول والخروج. إذن أعزائي المشاهدين، هنا كما نشاهد حركة الناس. السلام عليكم. مرحبا أختي. أهلا وسهلا أخي. حضرتك شو شغلتك هون؟ أنت شرطة نسائية، شو بتشتغلي بالضبط؟ نفتش الحقائب النسائية مشان حفظ وأمان الوطن الحمد لله، يعني وما مخلي شيء يفوت يعني إلا ما يكون كله مفتش وعلى الأرباش. إن شاء الله ما حصل أي مشاكل معك هون. الحمد لله. لا، في تعاون من قبل كله الحمد لله كويس، وكله ما عنده إلا الصح. شكرا، كل عام بخير. وانت بخير. اذا نشاهد هنا كما تشاهدون الشباب النساء في كل قسم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حكينا عن عملك هون في المعبر وكيف الترتيبات، كيف الوضع؟ ممتاز جدا، نحن عم نسهل امور المواطنين اللي جايين من تركيا. الزحمه طبعا اليوم الزحمه خفت كثير عن امبارحه واول امبارحه واللي قبله. الامور جيده جدا وما في اي صعوبات للمواطنين. نحن طبعا حطينا كل الكادر الموجود في خدمه الناس، في خدمه طبعا. اسئله مشان يستفاد منها المسافر، متى اول يوم في العوده الى تركيا؟ أول يوم بالعودة نحن ما أجانا بشكل دقيق قيمة العودة، بس يعني علمنا بأنه بعد 8 شهر، بعد 8 شهر فيهم يجون، بعد 8 شهر العيد الكبير، هيك تعليمات الأتراك طبعا. شكرا كثير. الله يسلمك. السلام. الله يسلمك. العام تبقى. إذن أعزائي المشاهدين، كما تشاهدون هذا الوضع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله. وانتم بخير، انعاد علينا وعليكم. والله نحن هون نعطي بطاقة مسافر للمسافر حتى تمكنه من العودة إلى تركيا، مشان نساعده وننظم له دوره، لأنه بيجي بتعرف أنت أعداد هائلة، مشان ننظم الدور يعني يرجع على تركيا بسهولة دون ازدحام. والحمد لله الأمور ميسرة، واليوم خفت الزحمة كون اليوم آخر يوم، يوم دخول يعني. نعم، كل عام بخير وشكرا كثير لك. وانتم بخير، اهلا وسهلا.
إذن أعزائي المشاهدين نرصد لكم من هنا من داخل صالة المعبر حركة دخول وخروج دخول اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية. طبعا كما ذكرنا بحدود كما ذكر 50,000 لاجئ سوري دخلوا إلى داخل الأراضي السورية لقضاء فترة العيد. إذن نشاهد معا حركة اللاجئين ودخول اللاجئين السوريين إلى داخل سوريا لقضاء فترة العيد. إذن كما ذكرنا هنا العيد غدا، تركيا طبعا هي اليوم هو يوم أول يوم العيد، لكن في سوريا صيام غدا هو أول يوم العيد. طبعا هذا جاء جانب إيجابي للاجئين بأن يكون دخولهم اليوم وليس غدا. إذن نرصد لكم من هنا دخول اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية. نحن الآن إذن في ريف إدلب، بداية دخول اللاجئين إلى سوريا. إذن هنا أعزائي المشاهدين وصل الناس إلى داخل الأراضي السورية. طبعا خفت الزحمة كثيرا في آخر يوم لدخول اللاجئين، هو يعتبر اليوم الأخير من قبل الجانب التركي. إذن كما ذكر تبدأ العودة في 8/6/2016 إلى داخل الأراضي التركية. السلام عليكم، نلتقي بأحد المسافرين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الله يبارك. كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير، الله يجزيكم خير. تحكي لنا عن شو سبب انك اجيت؟ ما اساسا انت لاجئ؟ السبب طبعا واحد الوطن، يعني عم نتحين فرصة، بس طلع صار لها سنة الحدود مسكرة وأكثر، يعني عم نتحين فرصة نحن نجي نزور الوطن، نشوف الوضع، ولو انه ما نحسن نروح مناطقنا يعني، بس ولو نشوف الوطن، بس هيك ندخل نشوف الوضع، نشوف الناس، نشوف. ليش ما بتحسن تروح على مناطقك؟ والله مناطقنا فيها داعش ما بنحسروا فيها حقيقة. شكرا كثير لك، كل عام وانتم بخير. وانتم بألف خير، يسلم. اذا اعزائي المشاهدين رصدنا لكم هذه الحركة عبر كاميرا الجزيرة مباشر بريف إدلب. كما تشاهدون اعداد لا بأس بها تدخل في اخر يوم للدخول الى سوريا، اعداد كبيرة. كما ذكر نريد ان نذكر بان اكثر من حوالي 50,000 لاجئ سوري دخل إلى داخل سوريا بموجب إحصائيات المعبر، هنا مسؤولي المعبر، أكثر من 50,000 لاجئ سوري دخل إلى داخل الأراضي السورية.
إذن أعزائي المشاهدين، رصدنا لكم من هنا من ريف إدلب من معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية حركة دخول اللاجئين السوريين إلى داخل الأراضي السورية مع نهاية مهلة الدخول للاجئين إلى سوريا. يغلق باب الهوى، معبر باب الهوى من الجانب التركي كما ذكر الجانب التركي في الساعة 5 بعد عصر هذا اليوم. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا، وكل عام وأنتم بألف خير.